السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن skills باقي skills for structures and number skill number 47. في هذه الحالة مرة سابقة تحدثنا عن الفرق بين adjective ومتى يأتي adjective والadverb. ممكن تجد في الجملة أن الverb أتى بعده adjective. أها نعم ممكن يأتي بعده adjective. إذا لا يوجد الverb general يعني ليس يعني طبيعي الverb ليس طبيعي من أنواع linking verbs. linking verbs يعني ممكن نشيله ونضع مكانه مثلا is أو was أو anything. تمام ممكن في هذه الحوار في هذه النقطة سنرى بعض الأمثلة من linking verbs مثل seek مثل look looks مثلا looks like مثلا etc. مثلا يوجد أمثلة كثيرة نراها هنا مثلا هنا linking verbs معذرة linking verbs مثل be تأتي بعد be أو feel أو get look seem become. تمام هذه بعض الأمثلة في linking verbs. فهذه الحالة يأتي بعدها adjective. تمام؟ يعني مثلا هنا نقول هذا verb 3. تمام؟ He is happy. He is happily. تمام؟ ممكن هنا she feels sad. إذا حذفت هنا feels ممكن أقول she is sad. صحيحة. إذا هنا adjective. I have been careful. تمام؟ ممكن أحذف هذه have been ممكن I am تمام ممكن صحيح أيضا ماذا أيضا نريد هنا our house is small تمام ممكن نقول أيضا become يعني هو أصبح صغير becomes small جيد our house becomes small إذا حذفت هنا becomes ممكن أضع is فهذه صحيحة. إذا هنا adjective ممكن يأتي بعد الverb ولكن هنا linking verb. تمام؟ linking verb يأتي بعده adjectives. تمام؟ في هذا الفيديو فقط هنا سنتكلم عن linking verb والadjectives الذي يأتي بعده. ولكن إذا جاء فعل عادي مثلا think, drive هذا فعل أساسي. مثلا run rains تمام فهذا فعل اساسي ياتي بعده مباشره adverbs كما راينا المرات السابقه لا مشكله ان شاء الله نرى بعد ذلك هنا في الكتاب نرى بعض الامثله هنا spoke هنا she spoke nicely ها هذا linking verb ام general verb هنا general verb هنا فعل طبيعي لا يوجد linking تمام يعني لا أستطيع هنا أقول هنا she is nicely يعني لم تصف هنا nicely البنت هنا تصف التحدث تمام هي تحدثت يعني جيدا تمام تمام هنا نرى بعد ذلك she looks nice looks هنا ممكن أحذف هنا looks ممكن أقول she is nice girl تمام ممكن هنا nice هذه تصف البنت تمام طيب he seems usually nice he seems كما قلنا هو linking verb ممكن نحذفه ممكن نحذف نقول هنا هنا مثلا he is usually nice تمام تكون صحيحة طيب أيضا نقول هنا إذا هنا subject regular verb يكون adverb regular يعني هنا العادي هنا الverb العادي general subject and linking verb adjective تمام linking verb كما قلنا من يقول جيد look seem feel become and etc you can see here all of it here appear be become feel, look, prove. ممكن تحفظ هذه الأشياء و
ستعرفها إن شاء الله بداية من أن تراها في الجملة مباشرة. ستقول أن بعدها adjectives، تمام؟ يعني الصفة تأتي بعدها صفة بدون ly، بدون ly. هذه ب ly، هذه بدون ly. هنا ممكن يأتي link verb صحيح، ولكن يأتي بعده adverb، بعده adjectives. إذا رأيت هنا adverb لابد أن يأتي بعده ماذا؟ صحيح adjectives، تمام؟ إذا adverb adjectives، هنا adverb يكون بيصف الصفة، يعني يصف هنا الصفة كما رأينا فوق. هنا usually nice، يعني هي عادة unusually nice، هنا ليست بعادتها بهذا، تمام؟ ممكن نرى هنا angrily، seem angrily. Angrily من يقول هنا angrily؟ ly adverb، وهنا معنى linking verb، إذا هنا بدون ly، فهذه adjective، تمام؟ ليس adverb. خلاص نحن عرفنا. الآن the speaker talked noisily هنا about etc. هنا معنى talked، هنا معنى هذه صحيحة ly، هنا هذا regular verb، وبعده أيضا هنا adjective يصف هنا الاسم، تمام؟ فهنا هذه صحيحة لا مشكلة فيها. إن شاء الله نرى الباقي، وإذا هناك أي استفسار معكم إن شاء الله في أي شيء. نرى إن شاء الله المرة القادمة متى نقول الأدفيرب والأجكتف correctly. أراكم المرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.